يلا تفضل تفضل يا رجل، تفضل يا دكتور محمد. دكتور زهير، انت حاول تسوي ميوت للاخرين حتى ما يصير عليك تشويش. ما كلهم ميوت. اوكي، اهلا وسهلا بالجميع. دكتور زهير شخصية معروفة على مستوى العلوم الطبيعية وخاصة في موضوع الحشرات، من مواليد 1948، وأكمل الدراسات الأولية الابتدائية والمتوسطة والثانوية في بغداد، وبعدين حصل على شهادة البكالوريوس في كلية الزراعة من جامعة الأزهر سنة 1970، وحصل على شهادة الماجستير في علوم الحشرات الطبية من جامعة بغداد سنة 73. سافر إلى أمريكا إلى جامعة كاليفورنيا ريفرسايد، وحصل على الدكتوراه في سنة 1981. بعد رجوعه للعراق اشتغل في معهد الزراعي الفني، وكان رئيس قسم وقاية النبات، وبعدين اشتغل باحث علمي في مجلس البحث العلمي، وصار مدير عام دائرة الشؤون العلمية في مجلس البحث العلمي من 82 إلى 86. اشتغل أيضا في مجالات تطبيقية كثيرة في شركات تختص في موضوع المكافحة، وكان أيضا مستشار لقسم آخر من الشركات، وأيضا امتلك على ما يبدو شركة بسيطة صغيرة لإدارة الأعمال التي تخص موضوع المكافحة، وأيضا اشتغل مستشار في وزارة الزراعة ومراكز عديدة تخص الاختصاص. عنده خبرات الحقيقة عملية كثيرة في هذا، في موضوع المبيدات وموضوع مكافحة الحشرات. احنا اليوم عندنا موضوع مهم جدا، وهو موضوع الحديث عن كتاب داروين، اللي مثل ما تعرفون هو حوالي 15 شابتر. فنتأمل من الدكتور صبري أن يختصر الموضوع قدر الإمكان، ولو هو طبعا موضوع جدا صعب اختصاره، وموضوع جدا عميق وصعب، يعني الواحد من يلزم الكتاب من أول مرة يقرأ 500 صفحة ويفهم شكو ماكو 100%، يعني الرات لمراجعة كثيرة، بالرغم من أنه الجماعة اللي يشتغلون في مجال العلوم الطبيعية هم أقرب إلى هذا الموضوع. وفي لغط الحقيقة على هذا الكتاب اللي عمره تقريبا أكثر من 160 سنة، فإحنا دائما نحتاج إلى مراجعة الحقيقة حتى للمعلومات اللي نمتلكها في موضوع اختصاص معين. فنرجو من الأخير أن يبدي بالموضوع لمدة تتراوح بحدود 50 دقيقة إلى ساعة، وبعد ذلك نفتح إحنا إن شاء الله النقاش والتعقيب لكل الأخوان الراغبين. فليتفضل الدكتور زهير. شكرا جزيلا دكتور محمد. أولا أود أن أشكر مجموعة المكتبة الرقمية على دعوتي، بالنسبة لي شرف أن أساهم بهذا النشاط، وهي مجموعة متميزة. الحقيقة اهتمام هذا الكتاب يعني بدأ مبكر بعد ما خلصت البكالوريوس. اشتريت نسخة بالعربي في وقتها وقرأتها كلها، يعني هذا الحكي سنة 1971. بعدين بعد ما خلصت الماجستير، أثناء دراستي للماجستير والدكتوراه، لما كان يجي موضوع التطور من خلال دراسة الحشرات، أيضا كنت أراجع الكتاب بشكل حسب الفصول المعنية. يعني اللي جذبني لهذا الكتاب هو دراستي للحشرات. الحشرات تمثل حوالي 80% من أنواع الكائنات الحية الحيوانية بالطبيعة، وهناك يعني تنوع غريب، يعني غريب جدا، بحيث تجد الحشرات في كل مكان، تتغذى على كل شيء. واحد يتساءل كيف استطاعت هذه الحشرات أن تنتشر بما يسمى بعلم التطور الأدابتيف راديش، يعني كيف استطاعت أن تعيش بكل هالإمكانيات هذه، وما شو اللي خلاها تتطور، يعني شو اللي خلاها تتغير. خلينا نقول التطور الآن كلمة مرابطة لداروين،
بس احنا نقول كيف تغيرت. فانا مسرور جدا انه اكلف بهذا بهذا الكتاب. اصل الانواع كتاب عن طريق الانتخاب الطبيعي اصدره أصل الأنواع عن طريق الانتخاب الطبيعي أصدره تشارلز داروين بالمملكة المتحدة في 24 نوفمبر 1859 في 248 صفحة. وداروين في وقتها سماه بالتقرير المختصر لأنه هو نحن نشوف التواريخ ودخل الجامعة وتخرج منها وسافر برحلة البيجل بعد 6 سنوات. فهو يعتبر هذا التقرير مختصر لأنه حجم العمل اللي هو قام به يعني آلاف عشرات الألوف قد تكون مئات الألوف من الصفحات موجودة على الإنترنت. أنا الحقيقة لا هذا الكتاب. النظرية اللي وضعها هو مؤمن بهذه النظرية بالرغم من أنها هي في معظمها في أغلبها هي ملاحظات. هي ملاحظات واستنتاجات. فالنظرية الآن أصبحت تدرس بالجامعات ضمن اختصاص الإيفوليوشنري بيولوجي. لحد الآن الكتاب مالته يعني معروف ومعتمد من قبل معظم الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم. هذه النظرية تقول أن المجتمعات تتغير وتتطور في ضمن أجيال متعددة من خلال سلسلة من التغييرات. الإنسان لا يستطيع أن يفقه هذه التغييرات لأن عمر الإنسان 100 سنة، ممكن يعيش 100 سنة، لكن هذه التغييرات إحنا نتكلم على تغييرات تحدث على مدى ملايين السنين، على مدى ملايين السنين. صدر الكتاب أول إصدار عن الكتاب. الآن حقائق عن هذا الكتاب. أول إصدار الكتاب كان في 24 نوفمبر 1859 صفحات 248 صفحة، طبع منها 1250، تم شراءها خلال يومين. يعني المجتمع العلمي ذاك الوقت كان ينتظر هذا الكتاب، كان يتابع نشاط داروين. بالمناسبة يعني هذا كتاب وطبيعة النشاطات اللي قام بها داروين وطبيعة الاكتشافات اللي قاموا بها العلماء هي تمت في وقت بريطانيا كانت تسيطر على يمكن 3/4 العالم. كان عندها إمكانيات مالية ضخمة جدا وكانت تدعم هذه الاكتشافات والرحلات. الرقم اللي شفته أنا فيما يخص كلفة الرحلة أنه حصل على 1000 باوند من الكامبريدج نتورك. أنا أعتقد هذه هي كفية لمدة 6 سنوات مدة الرحلة. لذلك 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 هو لأنه من عائلة غنية يعني عائلة متمكنة جدا، فأتوقع أنه هي دعمت هذه الرحلة لأن بقى حوالي 5 سنوات. هذه الرحلة كلفتها كانت عالية وكانت مستمرة يعني لم يتوقف. الطبعة الثانية طبع منها 3000 نسخة في 7 يناير 1860 بعد سنة من الطبعة الأولى، وضمنت تعديلات وإضافات منها الإشارة إلى الخلق كرد على المؤمنين بنظرية الخلق. الطبعة الثالثة كانت عام 1861 واحتوت أيضا على تعديلات. الطبعة الرابعة 1866 مع تعديلات إضافية. الطبعة الخامسة 1869. الطبعة السادسة وهي الطبعة الأخيرة الآن معظم الكتب الآن تطبع هي الطبعة السادسة بناء على الطبعة السادسة.
وهي الأخيرة صدرت عام 1872، يعني خلال 13 سنة تم طبع الكتاب حوالي 6 مرات. الطبعة الأخيرة اللي هي السادسة أضاف إلى داروين إجاباته حول الاعتراضات على نظريته، وسوف نتكلم عنه. زاد الطلب على كتابه من 60 إلى 250 نسخة في الشهر. أيضاً عن كتاب داروين طبع في حدود واحد وعشرين لغة في 21 دولة. طبعات كثيرة جداً طبعت في الولايات المتحدة، أمريكا الشمالية، وأوروبا باللغة الإنجليزية، وطبعت يعني بتكرار بعدة مرات. بيعت النسخة الأولى من الطبعة الأولى الأصلية بمبلغ نصف مليون دولار. يعني الطبعة الأصلية اللي طبعت 1859 دفع فيها 500 ألف دولار، حوالي نصف مليون دولار، فيما زاد عليه. كان يملكها عالم نبات ألماني واستلمها من قبل داروين شخصيا. الآن إذا واحد يريد يبحث عن الطبعات الأصلية الستة الأولى، أسعارها قد تصل إلى 20 ألف دولار لكل طابعة. مؤخرا قبل حوالي أسبوع أو 10 أيام حصلت على كتاب يقول The Book That Changed America: How Darwin's Theory of Evolution Ignited a Nation. للأسف ما قدرت أقرأ، قرأت المقدمة. المقدمة كانت تحتوي على حقيقة مهمة جدا، أنه كتاب داروين ونظريته شجعت السود على أن يطلبون بالحقوق المدنية بشكل أو بآخر، لأنه الناس المستعمرين الأوائل أو أصحاب الأراضي اللي كانوا يستعبدون السود كانوا يقولونهم أنه أنتم أقل شأنا من بقية البشر. وهذا الحقيقة هو خلى الولايات المتحدة تنظر بشكل ما أعرف تأثيره على إصدار قانون الحقوق المدنية وإلى آخره، بس هو أحدث ثورة في ذاك الوقت. هذه هي أنواع الجلود اللي هي أو الأغلفة لهذا الكتاب. الإحصائية اللي أنا قدمت لكم إياها 21-22 دولة هي إحصائية 2017، فالآن الطبعات هي مستمرة. عفواً دكتور زهير، ترى السلايدات مدى تطلع؟ مدى نشوف السلايدات؟ السلايدات توقفت من وقت الطبعات. أسترجعها. واضحة السلايدات الآن؟ ولا سلايد، لا لحد الآن ماكو سلايدات. آخر سلايد طلع هو الطبعات، ماكو طبعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة. أوكي أصلح أصلحها مرة ثانية. يعني مو شرط هذه، ابدأ وين ما وصلت ما يخالف، يعني مو لأنه ده نسمعك إحنا، مو شرط سلايد. يا جماعة هذا الآيفون بيطلع من زوم Hello, Mofak Habibi, I'm sorry to interrupt you. Okay. Dr. Sharon Al-Mufti is desperate to join and he cannot get an ID, valid ID. Ala Aini, Sharon يريد يدخل على الخط حبيبي، تعرف تدخله؟ He's desperate. He left me a message. He said the invalid ID. شنو invalid ID؟ خلينا ندخل يا مرت اللخ هاني الكيروان هسه تدري اياه. I think it will be a good idea. هسه تدري يا مرت اللخ. حاضر. Sorry about that, huh? It's okay.
I'm not the host now. هلا عندي هذا. رجع لي الهوست. بس بعد إذنكم دقائق قليلة يعني. طلعت الآن الصور؟ لا. طلعت نعم. أوكي. الآن نريد يعني نفهم. بالألحة بقي ملح كبر لأن هذه تحجب عندي كلمات. يجب أن نفهم التعابير اللي هو استخدمها يعني التعاريف ونظرته للأمور يعني ما هو الانتخاب الطبيعي. هو كان يتكلم عن الانتخاب الطبيعي في كل نظرية. هي مجموعة التغييرات التي تحدث من خلال تأقلم وتغير الكائنات الحية. يعني تصبح أسرع مما يمكن تتغذى على نوع آخر من الغذاء. تعيش في بيئات مختلفة أخرى إلى آخره. والأفراد في كل مجتمع تمتلك تمايزات. التمايزات اللي هي الاختلافات. يعني أنا ولو أنطي مثلا على البشر لكن البشر ما لهم علاقة بموضوع الكتاب. يعني تلقي يقول لك مو أصابعه كلها سوا مو تمام. تلقي واحد طويل واحد قصير واحد سريع يدخل رياضة ويفوز بالمسابقة. واحد عنده إمكانية يلعب كرة سلة. واحد عنده إمكانيات أخرى يفهم بمجالات معينة إلى آخره. هذا نسميه إحنا variation. أنا يعني لم أجد كلمة عربية مناسبة حتى أقدر استخدمها فاستخدمت كلمة تمايزات. وهذه أمور طبيعية يعني موجودة عند كل مجتمع أو كل نوع. لكن تختلف يعني قد تصبح يعني واضحة جدا قد تكون مغمورة قد تكون داخل الجسم الوراثي وإلى آخره. يعني ذلك أنه بعض الأفراد تمتلك صفات أكثر تأقلم للظروف البيئية من غيرها. الآن إحنا ماذا نتكلم على أفراد نتكلم على مجتمعات لأنواع مجتمعات لأنواع. يجب أن نتكلم على بعض التواريخ المهمة في حياة داروين. هو ولد سنة 1809 توفى سنة 1882 يعني عاش 73 سنة. 1825 كان عمره 16 سنة لما دخل بجامعة كامبريدج. بعد 6 سنوات من تخرج يعني من دخوله جامعة كامبريدج أخذ الرحلة مالته اللي هي من 1831 إلى 1836 هي رحلة البيجل. هي سفينة هذه الحقيقة تمثل الرحلة الثانية. نشر كتابه المشهور فصل الأنواع ب 1859. الآن الخريطة تبين يعني مسار الرحلة مالته. بدأ من بريطانيا ثم لف حول جنوب أمريكا الجنوبية ثم لف حول العالم ووصل إلى سيدني وعاد مرة ثانية بتوقفات معينة إلى بريطانيا. المناطق اللي هو زارها ثبتها كلها بدونها بيوميات كنتائج الشغل معه. إذا لاحظ بدأ بال 1831 بقى حوالي 4 سنوات في مناطق أمريكا الجنوبية. هو يعني الشيء اللي لفت انتباهه أنه أمريكا الجنوبية فيها خزين من المعلومات اللي ممكن أن توفر دعم للنظرية مالته. ف 1831 في ديسمبر إلى أكتوبر 1836 حوالي 5 سنوات وكم شهر. هذه هي المناطق اللي توقف بها وقدر يجمع عينات وقدر يحلل وأيضا يبحث عن أحافير وإلى آخره حتى يثبت النظرية مالته. طبعا هو يعني هو في باله قضية معينة. يعني هو كان مهتم بالتطور قبل ما يروح رحلة وذهب في رحلته حتى يثبت هذه النظرية. إضافة إلى ذلك هو أثناء رحلته لم يكن يهتم
لا بالديناصورات ولا بالحيوانات المقرضة الكبيرة، يعني اهتم فقط بما موجود من حيوانات في ذاك الوقت، وحاول يبحث عن تاريخ هذه الحيوانات ومدى وجودها في المناطق اللي هو زارها، ولم يتطرق حقيقة، لم يتطرق بشكل تفصيلي للإنسان. لم أجد أي إشارة كبيرة على أنه الإنسان كان محور اهتمامه بهذه الرحلة. لاحظ هنا مثلا جزر الجالابوغوس هي أخذت معظم اهتمامه، وهناك مجموعة من الطيور تسمى طيور داروين اللي هو درسها ولح أتكلم عليها أنا، هي أثناء الانجراف القاري يعني انعزلت من قارة أمريكا الجنوبية. التعاريف اللي أيضا يعتمدها داروين بالنسبة للنوع هي مجموعة الأفراد التي لديها أمكانية التناسل بشكل مختصر، يعني تتناسل وتنتج أفراد، ليس بالضرورة أفراد خصبة حسب التعريف القديم للنوع، ولا هي مجموعة متشابهة جدا، وإنما مجموعة تستطيع أن تتناسل وتنتج أفراد، لأنه الآن بعض الأنواع الطيور الذكر يختلف عن الأنثى، ما نقدر نقول متشابه. التمايز اللي هو الفاريشن، أنا اختلافات كبيرة بين الأفراد الذين يشكلون السكان في يعني المجتمعات في مناطق معينة، الأفراد الأنواع. التطور هو ما يحدث في النسب بعد التعديل، يعني احنا نتكلم على آلاف وعشرات الألوف من الأجيال. أنا بس أريد أعيد مرة ثانية موضوع أنه إحنا أعمارنا قد تصل إلى 100 سنة، لا نستطيع أن نتصور الأشياء اللي هو يذكرها في كتابه، أنه تغيير هذا يصير، التغيير يحدث خلال ملايين السنين. خلال ملايين السنين لا يمكن لأي أحد أن يقوم بتجربة حتى يقدر يثبت هذه النظرية بالشكل اللي هو وجد، هو بالنسبة له وجد إثباتات معينة. الانتخاب الطبيعي إنتاج سلالات معدلة خلال أجيال متعددة. الهجين الهايبريد هو الذي النسل الذي ينتج من خلال نوعين مختلفين، مثل البغل، يعني الحمار زاد الحصاني كون عندنا بغل. العترة هناك مجموعة من الرتب التصنيفية اللي هي أقل من النوع، مثلاً الفرايتي، مثلاً الجيوغرافيكال ريس، مثلاً السب سبيشيز، هذه ليس لها تعريف معين، ولكنها تمتلك صفات تخليها تتميز بشكل أو بآخر عن النوع. هل تستطيع أن تتزاوج مع بقية أفراد النوع؟ نعم تستطيع أن تتزاوج. كتاب أصل الأنواع نأتي الآن إلى هناك مقدمة وهناك 14 فصل لح تحاول أتكلم أنا، بس يعني حبيت أخليكم بالصورة أنه الكتاب يعني كل فصل حوالي 40 صفحة 35 صفحة قسمنا 20 صفحة، فأنا قمت باختصار الاختصار الاختصار، حاولت أن أحصل على الزبدة الرئيسية من كل واحد من هذه الفصول حتى أقدر أتكلم بها خلال ساعة. 14 فصل وهناك مقدمة. المقدمة كانت نقطة انطلاق الكتاب، ملاحظات على توزيع الحيوانات في أمريكا الجنوبية. بس داروين قام بعمل الحقيقة، يعني ما أعرف شلون يتم النظر إلى أنه هو وشخص آخر اسمه ألفريد والاس كانوا يقومون بنفس العمل، يعني كان هناك مجموعة مهتمة بموضوع التطور. ألفريد والاس أيضا قام برحلة حوالي 8 سنوات وراح إلى أماكن أخرى. لما رجع المانيسكريبت أو المسودة الأولى أعطاها إلى داروين لكي يبدي رأيه بها. داروين شاف نفسه أنه هو يجب أن يعني هو أيضا وصل إلى نفس النتائج، وهذه حصل على نوع من الأسبقية، فهو استعجل في عملية إصدار الكتاب والتكلم عن النظرية. يؤكد داروين في كل ملاحظاته على استخدام على أهمية التفكير العلمي في فهم الطبيعة ومعرفة التفاصيل، يعني البحث عن المسببات والنتائج. هو طبعا هذا رد على المتدينين اللي كانوا يقولون أنه
بيتكلمون على نظرية الخلق والتصميم وإلى آخره. وأشار إلى أن مفهوم أصل الأنواع لا يمكن استيعابه إلا من خلال العمل العلمي. أسلوب العمل العلمي اللي كان به يقوم داروين هو نسميه الاستقرائي inductive، يعني يدخل بتفاصيل من الأسفل إلى الأعلى، عكس الطريقة الثانية اللي هي الأسلوب الاستنتاجي الذي يأتي من الأعلى إلى الأسفل. يعني مثلا إذا جينا على عمارة بها 4 طوابق كل طابق بـ5 شقق، واحدة من الشقق بها لقوا بها براغيث على الكلاب، وكل العمارة كل السكان عندهم كلاب. داروين شو يقول بالهايبوثيسيس بالفرضية مالته؟ راح يقول أنه هذا الطابق بإصابة، ممكن أن يكون بإصابة براغيث. الشخص الثاني اللي هو يستخدم الأسلوب الاستنتاجي راح يقول لا، العمارة كلها بها براغيث، وهو يهتم بالتفاصيل أكثر مما يهتم بالعمومية. داروين في كل فصل كان يأكد على أنه هناك شكوك بنظريته، يعني لأنه هو ما قام بالتجربة، هو عبارة عن ملاحظات وملاحظات حولها إلى نظرية، ويقول أنه هذه الشكوك، يعني بس هو يقول هذه الشكوك يجب أن في وقت من الأوقات أن نحلها. الآن منهج البحث العلمي ما معظمكم تعرفوه يبدأ بأخذ الملاحظات، يعني هناك مشكلة تحتاج إلى بحث، يتم القراءة استيعاب الأدبيات العلمية الموجودة حول هذه المشكلة، ثم يتم وضع الهايبوثيسيس أو الفرضية. الفرضية اللي كانت تبعها داروين هي الاندكتف اللي هي الأكثر تفصيل، ثم بعدين يتم جمع الإجراء للتجارب وأخذ القراءات، وبعدين يتم تحليل القراءات النتائج، ثم بعدين الوصول إلى الاستنتاجات وإلى آخره. الفصل الأول التمايز الفاريشن تحت تأثير التجين. أنا أعتقد داروين بدأ بهذا الموضوع قبل أن يتطرق إلى الانتخاب الطبيعي. لاحظ أنه الإنسان قادر على أن يغير خصائص كثيرة من الحيوانات اللي قام بتدشينها. يعني وماذا يحدث للحيوان لما الكلب، راح نشوف بس بعدين يعني بعض السنين اللي قام بها الإنسان، أنا أتكلم على إنسان قديم، يعني بدأت عمليات التجين قبل حوالي 15,000 سنة لبعض الحيوانات. الإنسان القديم دجنها وأصبحت رفيقة له وأصبحت تخدمه بشكل أو بآخر من الأنواع اللي يستفيد من لحمها، يستفيد من حليبها وإلى آخره. فإذا هو اللي صار أنه بعض المربين كانوا يبحثون على صفات معينة في الحيوانات هذه المضاد تجديدنا ويقومون بعمليات التضريب، وفي كثير من الأحيان التضريب يتم بشكل artificial يعني صناعي، لأنه بعض الأحيان الحيوانات لا تتزاوج. يتصور داروين أنه هذا تأثير الإنسان على هذه الحيوانات يشابه تأثير الطبيعة. خلينا نجي نناقش، يعني والإنسان ايش يسوي ويا هذه الحيوانات؟ عمليا الإنسان اللي دي يقوم بعملية التجديد ده يقتل منظومة الكيمياء الحيوية والأسلجية والسلوكية في هذا الحيوان، لأن يعني الحيوان اللي يقوم بتجديد لا يستطيع أن يرجع مرة ثانية إلى الطبيعة، لأن الحيوان حتى يعيش بالطبيعة عنده مجموعة مسارات معينة، حتى يتزاوج يقوم بخطوات 1-2-3-4 إلى أن يصل إلى الأنثى بالنسبة للذكر، حتى يحصل على الصيد ليحصل على الغذاء يجب أن يصيد، وهناك بروتوكول هو يعتمد. كل هذا مبرمج في 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 التكوين الوراثي لهذا الحيوان، واللي نسميه السلوك الغريزي instinct. بعض الأمثلة اللي أنطاها داروين أنه الأفراد اللي تكون بها أكثر من نوع، يعني نوعين تشارك في عملية التزاوج. هنا يعني أنا أعطى مثل على نوع من النمل، الملكة تتزاوج مع ذكور من نوعها حتى تنتج ذكور خصبة، لكنها تتزاوج مع ذكور من نوع آخر قريب منها حتى تنتج إناث عقيمة غير خصبة.
والحقيقة ولا يطلق عليها عملية اختصاص النمل، يعني معروفة هذه. بس هذا ماذا يعني إنه ذول نوعين من النمل، نوعين من النمل لما متقاربين لربما لهم أساس واحد، يعني جد واحد أو أب واحد. موجود هذا النوع من النمل وأنواع أخرى موجودة في أوروبا، بس هذا موجود في مناطق اللي ما بين أريزونا ومكسيكو. في معظم الأعمال مالته والنتائج كان يركز على موضوع الوراثة اللي يمكن أن يفسر الكثير من التمايز، لكن ما كان يعرف كيف يفسر هذا الموضوع، يعني هو ما دخل في عمليات تشريح كثيرة حتى يعرف التفاصيل، ما كانت متطورة. أيضا يؤكد على أنه العلوم لا زالت قاصرة في تفسير عمل الوراثة أثناء التكاثر. نلاحظ هذه الصفحة تبين الجد الأصلي للكلاب. الكلاب هذه اللي كلها نشوفها إحنا كلها عبارة إلى جد واحد تنتج دينا خلال عدد من آلاف السنين الماضية، كلها تعود إلى الولف. طب هذه الكلاب الآن أصبح شكلها مختلف، أصبح لها عادات معينة، العادة بالمناسبة ممكن تتحول إلى سلوك غريزي من خلال وطبيعة غذائها اختلف، الرعاية اللي وفروها الناس يعني أصبحت صديقة للإنسان، لكن لا زالت تحتفظ ببعض الخواص. مثلاً الكلب يستطيع أن يتعرف على مرضى السرطان من خلال ريحة الروائح اللي تخرج من الجسم من الأنف. يستخدم الكلب وإمكانيته في الشم تساوي 200 مرة قدر الإنسان. يستطيع أن يتعرف على وجود حشرة الأرض في مناطق معينة. فلاحظ هنا هذا التنوع، يعني إذا تأثير الإنسان هذا اللي قدر هو يعني داون واجه المتدينين أنه هذه الأنواع ممكن التلاعب بها لأنه عنده تنوع، عنده إمكانية أن تتغير. هذا جسم الشكل الرسم يبين يعني متى تم تدجين هذه الحيوان domestication of animals timeline. الكلب من حوالي 15 إلى 36 ألف سنة، يعني الإنسان القديم، يمكن إنسان النياندرتال أو اللي قبله أو ما بين النياندرتال والإنسان الجديد. الماعز، البقرة 10,000 سنة، القطة 9,500. هذه بدأ الإنسان في هذه العملية وغير صفات هذه الحيوانات. الفصل الثاني التمايز تحت تأثير الطبيعة، يعني هو يقول هل هذا التمايز اللي يحصل يعني أو التأثير اللي يحصل على هذه الحيوانات اللي يقوم به الإنسان، هل تستطيع الطبيعة أن تقوم به؟ يقول طبعا، ويصل إلى نتيجة أنه نعم، والطبيعة قد تكون أقسى في تأثيرها على هذه الكائنات. وهو يحاول أن يرد على الناس اللي هم تصورون أنه هي عملية خلق بدون أن يقدمون تفسيرات، أنه إذا كانت هذه الكائنات مخلوقة فإذا لا يمكن التغيير من صفاتها، إذا لا يوجد فيها تنوع، لا يوجد فيها تمايز يعني. ويعتقد أيضا دارون أن التمايز بين أفراد النوع الواحد سبب تأثيرات حادة للطبيعة والوراثة. ويشير هنا إلى زيارته لجزر الجالاباغوس اللي هي قريبة من الإكوادور. هاي جزيرة متميزة أنه 200 مليون سنة انعزلت والحيوانات اللي بداخلها لم تتغير، يعني هي تم عملية اشترار لهذه الأنواع. يقول داروين أن انجراف القارات ونشوء بيانات جديدة أدى إلى انعزال هذه الكائنات وحصولها على صفات جديدة عن الآباء الأصليين، لأنه الاتصال الوراثي انقطع، فهذول أصبحوا مثل ما يقول في مهد الريح، أنه هم يجب أن يعني يكونون مواصفات خاصة لهم لكي يستطيعوا أن يتأقلموا مع الظروف الجديدة. وانحراف القارات أيضا أدى إلى الصراع من أجل البقاء، يعني الآن يعني كيف هذه المجموعة اللي هي مثلا انعزلت في مكان معين، إما أنهم راح اضطر اغادر، صار عندي فد شغله، استاذنكم. اما انه كلها تموت
أو تحاول عدد منها قد تموت يموت منها مثلاً 95% أو 5% تستطيع أن تواجه هذه الظروف. هنا أنا أجي على مثل اللي هو داروين يعتمد عصافير داروين فينشز. هذه العصافير يعتقد أنها أتت إلى الجزيرة قبل مليونين سنة، والجزيرة عاشت في الجزيرة ضمن ظروف معينة وكونت من نوع واحد قسمت إلى مجموعة أنواع. اختص قسم من عدا بالتغذية على البذور، قسم منها على الأشجار، وقسم منها على الحشرات وإلى آخر. الفصل الثالث الصراع من أجل البقاء. يشير إننا يعني داروين تأثر بشكل كبير بالاقتصادي مالثوس. عمليا هو يعني عصره في وقته، واللي ذكر أنه عدد النفوس يتكاثر بشكل أعتقد تسمى متوالية هندسية، ولكن الغذاء يتزايد بشكل متوالي عددي. يعني هناك مجتمعات سوف تنقرض. فأعجب داروين وبدأ يكون أفكار وأرقام وموديلات خاصة بهذا الموضوع. الفصل الثالث الصراع من أجل العلماء الذين ساعدوا داروين على دعم نظريته، اللي ما أكثر دعم إلى لامارك. كان يتصور أنه بدأت الحياة يعني بسيطة وتحولت إلى التعقيد. مالتس تكلمنا عليه قبل شوية. الشخص الآخر بوفون كان عالم رياضيات، ولكن طرح بعض الأفكار حول نشوء تطور الحياة من السهل إلى الصعب. والله اللي تكلمنا عنه كان مرافق لداروين، أصبح كان عنده نظرية مشابهة لداروين. أخوه إرسموس داروين اللي هو أيضا بيولوجيست كان يتكلمون عنه، لكن هو ما تطور نفسه من ناحية يعني ما قام ببحوث حتى يكون نظرية خاصة به. لايل هذا عالم جيولوجي أنا راح أتكلم عليه بعد شوية، كان تكلم على التغييرات في قشرة الأرض. وهناك آخرين نيوتن وكوفير، يعني ظل كلهم دعموه بشكل مباشر أو غير مباشر، هم هو اعتمد على نظرياتهم أو هم دعموه بشكل مباشر. داروين هنا يتكلم على أنواع الزرافات. الزرافات كان قسم من عدها رقبتها قصيرة لكن ما قدرت تعيش، لأنه طبيعة الغذاء اللي تحتاج إلى رقبة طويلة. هذا الكلام يعني قبل ملايين السنين. الزرافات يعتقد أنه هي من نسل الأوكابي، نوع من الغزلان اللي رأسها يشبه زرافة. الأوكابي لا زال موجود، يعني واحد من الخطوط اللي طورت لا زالت موجودة لحد الآن في حدائق الحيوان، يعني عددها قليل. فيعتقد داروين أنه الزرافات اللي رقبتها قصيرة يعني انقرضت. الانتخاب الفصل الرابع الانتخاب الطبيعي أو البقاء للأصلح، يعتبر هذا من أهم الفصول في هذا الكتاب. يقول أنه بما أنه المربي يختار صفات معينة، إذا الطبيعة تجبر الكائن الحي على اختيار صفات معينة تجعله قادر على أن يواجه هذه الظروف الطبيعية. يعني هناك أمثلة استطاعت أن تتأقلم يعني في مناطق الباردة، مثلا القطب الجنوبي. لوحظ أنه هذه الحيوانات الفقاريات، الأسماك، النباتات، الفطريات والبكتيريا لديها في داخل جسمها أنتيفريز، تفرز مادة أنتيفريز حتى تساعدها على مواجهة البرد. يعني هذا هو نوع من التأقلم اللي هو دائما نتكلم عنه دائما. أيضا يشير إلى الحيوانات التي تركض، يعتقد أنه عندها أرجل قوية، يعني تطورت هذه الأرجل لحاجتها إلى الركض، أو اللي تطير مناعدها أجنحة قادرة على أن تستخدمها للطيران. أيضا يذكر داروين يعني مدى الجذب الذي يحدث ما بين الجنسين بين الطيور. مثلا لاحظون أنتم هذه يعني طيور الجنة أو الـ Birds of Paradise، الأنثى حتى تتزاوج بها مجموعة من الذكور كلهم يرقصون قدامها، يعني كلهم يرقصون قدامها لكن هي تختار واحد معين.
هل هو أفضل بالرقص؟ هل هو ألوانه أجمل؟ هل هو كذا إلى آخره؟ هناك نوع من التفاعل يعني communication يعني أو تواصل ما بين الأنثى والذكر. أيضا الحشرات اللي تجي تقوم بعملية التلقيح أيضا قد تجذبها الألوان أو الروائح. فالأزهار تطور نفسها حتى تساعد نفسها على التلقيح. استمرارا لهذا الفصل يعتبر العزالة الجغرافية عامل مهم جدا في موضوع الانتخاب الطبيعي. نانا مثل آني الحقيقة لح أعطي لي هو يأكد هذه الأفكار. عدد هائل من الأرانب والجمال موجودة في أستراليا تعيش يعني بشكل حرية لأنه لا يوجد لديها أعداء حيوية. جلبوها المسافرين يعني اللي يمرون بالجزيرة ويطلقوها بالحقول. الآن هناك أعداد هائلة يعني حتى الحكومة الأسترالية ما تعرف شلون تتصرف وياها. أرانب وجمال. يلاحظ دارون بالنسبة للانتخاب الطبيعي يؤدي إلى دايفرجنس يعني انشقاق عكس كونفرجنس اللي هو تجمع. انشقاق هذا النوع إلى مجموعات صغيرة بها صفات متغايرة وعدها استعداد أن تتحمل ظروف معينة في حالات الانعزال وفي حالات المنافسة وإلى آخره. نلاحظ يعني هذا الشيء. عبد الله أدز اللينك المنر هذا هو هو الخنزير. هم اثنين يتطورون. يعني اثنيناتهم يتطورون. الشيتا تطور نفسها حتى تسرع بعملية الركض ومعروف عنها أنه يتصل إلى حوالي 80 كيلومتر أو 90 كيلومتر بالساعة. بنفس الوقت الحيوانات اللي تصيدها مثل الغزلان والخنازير هنا أيضا هي تتطور. عملية التطور مو فقط بجنس واحد وإنما هو يحاول أن يهرب يعني يركض بشكل أسرع. وهذا اللي هو يؤدي إلى أنه الحيوان يأخذ مناحي جديدة. فصل قوانين التمايز. يعتقد دارون أنه التمايز يعني الفاريشن لا يحتوي ارتباطي وإنما يخضع إلى ظروف البيئة إلى درجة الحرارة وإلى مواضيع الانعزال وإلى آخره. ويعتمد على إمكانية الحيوان أن يعني سيرفايفل يعني عملية البقاء بالنسبة للحيوان. يعتقد دارون أيضا أنه استخدام بعض الأجهزة بعض الأعضاء في جسم الحيوان أو حتى في النبات استخدامه وعدم استخدامه يؤدي إلى عملية التطور. هنا أنا مثل أنا أجيب الحقيقة يعني إذا دخلنا إلى مناطق الكهوف اللي بيها مياه نلاحظ هناك أسماك وهناك حشرات وهناك قشريات عمياء دخلت إلى هذه المناطق فإما أنها تموت وإما أنها تكيف نفسها لكي تعيش ضمن هذه البيئة. ما تحتاج العيون يعني ظلمة 24 ساعة ظلمة لا ترى ما تحتاج النور في حياتها. وهنا هذا التكيف هو اللي يتكلم عليه دارون. دارون أيضا يتكلم على تأثير العادات. ايضا بالعاده اللي هي يتعلمها الحيوان لكن السلوك هو موجود ضمن وراثه الحيوان. يعني العاده يتعلمها الحيوان ممكن تتحول اذا كررها بشكل متواصل اجيال وراء اجيال وراء اجيال ممكن تتحول الى سلوك. تنتقل هذه العادات والسلوك الفطري إلى الأفراد الأخيرة من خلال التزاوج. الآن هو أيضاً يشير طبعاً هو يعني يقوم بعملية تنظير يعني ولا ليس لديه إثبات لكنه ينظر قسم يعني كثير من التنظيرات اللي هو قام بها تم إثباتها. يرى أن التحويلات اللي تحصل في أعضاء المتشابهة مثل الأرجل واليد إذا حصلت في جزء من عدة ممكن أن تحصل في الآخر. هنا داروين يعطي يعني شكل أو مثل على عملية
يعني شلون عملية البقاء، التمايز، أهمية التمايز في بقاء الكائن الحي. نعني مثلا هذا النوع من الجوذان، يعني قسم من عندها غامقة اللون، قسم منها فاتحة اللون، تعيش في منطقة غامقة، فيصيدها طبعا يصيد اللون ذات اللون الفاتح، فهي قد تكون نوعين وقد تكون نوع واحد. النوعين، النوع اللي فاتح راح ينقرض يبقى اللون الأسود، لون الغامق. صعوبات الخاصة بالنظرية، يطرح يعني داروين مجموعة من الصعوبات. أولا يقول أنه إذا الأنواع اللي تطورت وأصبح هناك أنواع يعني حلقات وسيطة، ليش ما نشوف هذه الحلقات الوسيطة؟ يعني يعتقد أنه هي تنقرض لأنه غير قادرة على البقاء. تفسير ماله أنه هي غير قادرة على البقاء. ثانيا، هل انتخاب الطبيعي قادر على تكوين أعضاء معقدة كالعين والجناح وإلى آخره؟ هو يعني ما يقدر يجاوب على هذا السؤال. الغريزة، تكلمنا عن الغريزة بشكل أو بآخر وأهميتها في السلوك. أعطى مثل اللي هو طائر الوقواق. طائر الوقواق يعني طائر متطفل يعيش مع طائر آخر، يضع بيضة في أعشاش طائر آخر. هنا الطائرين يعني النوعين هم متطورين، يعني الطائر الواربل اللي هو العصفور الصغير يعني يقوم بتربية صغار الوقواق، هو نوع من التطفل بالحقيقة. بس هم الاثنين هم تطوروا بحيث هذا يقبل أنه يتم التطفل عليه والثاني يقوم بعملية التطفل. عندك فيما يتعلق بنحل العسل، نحل العسل هناك ثلاث أنواع من الأفراد، هناك الذكر اللي عنده نصف عدد الكروموسومات، وهناك الملكة والأنثى. الملكة تتزاوج مع الذكر وتنتج نوعين من البيوض، النوع الأول اللي هو غير ملقح ينتج ذكور فقط، والملقح ينتج ملكات وينتج شغالات، تمثل أغلب أعداد الخلية، لكن التغذية مالتهم هي اللي حتحدد من هي الملكة ومن هي الشغالة. التهجين، يعتقد داروين يعني إلى موضوع يعتبرها نوع من المشكلة، لأنه واجه حاول أن يواجه العلماء المتدينين في وقت أنه قال أن خصوبة الذرية تثبت فيما إذا كان الأبوان من نفس النوع. ما بالضرورة أن يكون الأفراد يعني ذوي خصوبة مثل ما ذكرنا قبل شوية. ويهاجم هؤلاء الناس لأنهم ما يتكلمون عن الخصوبة دون أن يقدمون تفاصيل لكيفية الجانب الوراثي وكيفية الخصوبة وكيفية التناسل وإلى آخره. أيضا يشير داروين إلى موضوع التهجين يؤدي إلى أنواع يعني قسم من عندها عقيمة، مثلا ذكر الحمار يتزاوج مع أنثى الفرس، مع أنثى الحصان الفرس ينتج البغل ويكون عقيم، بينما إذا تزاوج ذكر الأسد مع أنثى النمر يتكون حيوان نسميه ليجر، وبالعكس ذكر النمر مع أنثى الأسد يكون التيكون، وذول اثنيناتهم ليسوا عقيمين، هم خصبين، لكن بالطبيعة لا تحدث عملية التزاوج بشكل طبيعي. الإنسان يأخذ الحيوان وينقلها إلى من الذكر إلى الأنثى. النواقص في سجلات الجيولوجية، فصل 9. داروين ما وجد حافير للحلقات الوسطى وتفسيره لأنه سجلات الجيولوجية ليست مثالية يعني، واعتمد على تفسير عالم اسمه تشارلز لايل مقتص بعلم الأرض اللي يتكلم على أنه قشرة الأرضية تتغير بشكل بطيء بسبب التغيرات المناخية وإلى آخره، سوف أتكلم عن هذا الموضوع فيما بعد، وكذلك الترسبات في الأنهار. الكائنات العضوية والتعاقب الجيولوجي، يؤكد داروين في هذا الفصل على أهمية الأحافير في فهم التاريخ التطوري والحياة. يعطي بعض الأمثلة، أنا أجيب لكم أمثلة أيضا متشابهة. لاحظ أن الصرصار هذا الصغير اللي إحنا نسميه موردانا بالعراق، ليش المجاري
هذا حجم الآن حوالي إنج، لكن بالأساس هو حجم طوله حوالي 4 إلى 5 إنجات، فصغر بالحجم. نفس الشيء على اليعسوب اللي هو دراغون فلاي، هذا حجم الأساسي، وهذه الحفورة اللي تمثل حوالي 3 أو 4 مرات أو 5 مرات الحجم. فهنا يعني الكائنات تصغر بالحجم حتى تهرب من المفترسات. بنفس الوقت نلاحظ أن هناك كائنات لا زالت هي نفس الحجم ولن تتغير. شجرة الجونكو عمرها هذه نانا حفورة عمرها 49 مليون سنة. لاحظ أنه حجم الأوراق نفس الشيء يعني متشابه. شجرة السايكا اللي هو مثل النخلة الصغيرة أيضا حجمها متشابه مما معمول به الآن، يعني مما موجود منها الآن. السيلوكانث هذه السمكة اللي هي يعني معروف عنها أنه عاش قبل 65 مليون سنة لا زالت موجودة لحد الآن بأعداد قليلة. التوزيع الجغرافي يعطي داروين إلى يعني وزن كبير، لأنه من تنعزل الحيوانات تأتي إلى بيئة جديدة يعني. وقسم العالم إلى قسمين، العالم القديم اللي هو آسيا وأفريقيا والمناطق الأخرى، وعالم الجديد اللي هو أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. أيضا يتساءل يقول لماذا الأنواع تختلف في الجزر ذات الطبيعة المتشابهة؟ الجواب ماله أنه هذه الجزر موجودة وانجرفت أثناء انجراف القارات. التوزيع الجغرافي أيضا يعني هناك فصلين للتوزيع الجغرافي، يعتقد أن هناك عدد من يعني أنواع معينة تعيش في المياه الفريش ووتر، وتستطيع ولا تستطيع الهجرة، لكنها موجودة في أماكن مختلفة. يعتقد أنه في مرحلة من المراحل تم انتقالها عن طريق البر من نهر إلى نهر، ويعتقد أنه الطيور تقوم بهذا الدور. يعني لحد الآن الطيور تقوم بعملية نقل نسميها الفورسي فوراتيك ترانسبورتيشن، يعني حشرات أو كائنات صغيرة تلتصق بأرجل الطيور أو على ظهرها وإلى آخره، تنطلق إلى مناطق أخرى فيها غذاء وإلى آخره. بعض أنواع الخنافس تنتقل يعني عن طريق الرياح، تطير إليها أجنحة وتنتقل عن طريق الرياح. انجراف القاري حدث قبل حوالي 225 مليون سنة. لاحظ أنه كانت كتلة واحدة الأرض، فانجيا تحولت إلى جزئين، ثم بعد حوالي 150 مليون سنة، بعد 100 مليون سنة بدأت تتقسم إلى قارات. الآن يعني الآن هناك قارات وحدود واضحة. فهذه القارات، الانجراف القاري، لقوا حيوانات وكائنات ونباتات وإلى آخره موجودة على الطرفين، ما يدل على أنه الانجراف القاري حدث، وبنفس الوقت لا زالت هذه تعيش. قسم منها قد تنقرض لأنه تأتي يعني تصبح في بيئة مختلفة تماما. يعني العصور الجليدية تأثيراتها كبيرة على الأرض، تحدث تقريبا كل 200 مليون سنة. الصلات العرقية المتداولة الخاصة، يعني بحتاج بعد 5 دقائق. الصلات العرقية المتبادلة الخاصة بالكائنات الحية، يتكلم دائما على نظام تقسيم الحيوانات والكائنات الأخرى اللي أوجده لينيوس سنة 1751، حوالي 100 سنة قبل مجيء داروين. يقول هذا النظام يدعم النظرية مالته، يدعم نظريته أنه هناك أنواع والأنواع تتصل مع بعضها، لها أجداد مشتركة والأجداد المشتركة لها أجداد ولها أجداد أخرى إلى آخره. يعتقد أنه هي يعني هذا النوع من التقسيم. طبعا لحد الآن من 1751 لحد الآن هو النظام المعتمد في عملية التصنيف Binomial Nomenclature اللي هو التسمية الثنائية. يتكلم أيضا على الحمام اللي هو من أصل الروك بيجن، اللي هي الحمامة الأولى اللي بدأت اللي تكون من عدها وتم تجين الحيوانات، تجين الطيور العفو. الروك بيجن الإنسان تدخل وحولها يعني
تكون انواع مختلفه من الطيور الان. يعني الطيور بس هوايه عالميه، يعني عند الشباب عند الرجال والى اخره، هناك انواع مختلفه كلها تاثير الانسان. ايضا يعني اتكلم على الجنين ومبدا التشابه والتشعب. بالنسبه للحشرات، يعني اقدم انواع الحشرات هي مثلا الجراد او الصراصير التي تقرن، تطورت من عدها الحشرات الاخرى مثلا النحل بعد ما تكونت النباتات المزرعه، وبدات الحشرات تتطفل على الحيوانات الاخرى، تكون البعوض والى اخره. ايضا بعض الحشرات اللي لا تمتلك اجنحه وتمتلك يعني بقايا او اثار من الاسلحه موجوده الان، الستون فلاي هذه اللي تعيش بالانهار، وابره العجوز. الفصل الاخير التلخيص والاستنتاجات، ايضا يعيد يعني انه العمل اللي يقوم به الانسان يعني يشابه، او عمل الطبيعه يشابه ما يقوم به الانسان. فالطبيعه لديها القدره على التغيير في الهجم وتحويلها الى انواع جديده. احنا الان يعني نعيش هذه الهجم، لكن لا ندري ماذا سيحصل لهذه الهجم بعد 10,000 سنه. هل ستتحول الى انواع جديده؟ هل ستبقى؟ لا نعلم. فاذا هو يهاجم جماعته موضوع يعني في موضوع نظريه الخلق، لان ما عندهم اي تفسير. هو ما تكلم على الانسان، وبنيت على نظريات اخرى تقول انه الانسان تطور من قرد، هو لم يقل هذا الكلام. فهو يعني يتكلم عنهم على اساس انهم لا يعطون اي تفسير لنظرياتهم. حاول انه يجلب العلماء، يعني يحصل على كسب العلماء اللي هم اكثر مرونه. اضطر تحت ضغط شديد من قبل المناهضين الى انه يذكر بوحده في هذا الشابتر انه قد يكون الخالق قد قام بخلق عدد من الانواع اللي هي فيما بعد تطورت، يعني عمليه محاباه، يعني او يعني هي عمليه قال حتى يخلص من شرط مثل ما يقول. الآن الفلو شارت لنظرية داروين أنه أوفر أعداد كبيرة من الأفراد قد تحدث بينها منافسة. وهنا مو فقط يعني المنافسة تؤدي إلى تقليل الأعداد أو هجرة مجموعة من عدها إلى مكان آخر. هي مو فقط الأعداد الكثيرة، وإنما النكبات الطبيعية. النكبات الطبيعية مثلا الزلازل، ثورة البراكين، الفيضانات وإلى آخره، هذه كلها أمور ممكن تأثر على النوع وتخليه يتحول إلى جهات أخرى وإلى بيئات أخرى. يبقى عندنا اللي تتحول إلى بيئة معينة، هل تموت كلها أو تتبقى قسم من عندها، هذا شيء تابع إلى قدرتها وإمكانياتها على البقاء. فيحدث natural selection، يعني نتكون عدل تمايزات تحول تمر بمرحلة الانتخاب الطبيعي، من خلال الانتخاب الطبيعي تعيش اللي هي أكثر قدرة على الإمكانية للمعيشة، وبعدين تبدي تتكون صفات عليها، هذه الصفات تنتقل إلى النسل عن طريق التزاوج. شكرا لاستماعكم. شكرا دكتور زهير على هذه المحاضرة، مشكور. الآن نفتح باب النقاش، إذا أحد عنده أي سؤال فيتفضل يرفع إيده حتى نقدر نأخذ الموضوع متسلسل. لحد الآن ما حد مسجل، لو تسجلون يا ليت بالشات، لو تسجلون أسماءكم بالشات حتى أقدر أجي واحد ورا الله. إذا راح كل واحد يرفع إيده ما أعرف من أختار. بالشات اكو اشاره ما رفع اليد، اكو اشاره يمكم بس يكتب اسمه حتى تستسق. اها مضبوط، دكتور عزيز التميمي ما زال هو اول واحد نزل. تفضل عيني. عفوا بس الصوت اعتقد واضح او لا؟ يعني صوتك من بالي واضح. اي واضح. انا حقيقه اكو تكوين مجان، اكو احد
it has to be muted. يعني أكو طفل دا يحكي. Yeah, هذول يمي اللي ميوت. ها يمك؟ يمي بس بالطابق الآخر فخلوني بس أقول تعليق على السريع وأسوي ميوت. أوكي أوكي. تفضل. هو حقيقة تعليق يعني تعليق وتساؤل يعني. دكتور زهير ذكر أنه الانجراف القاري هو كان يعني واحد من العوامل المهمة اللي ساهمت على في تغيير أو يعني تدعيم تغيير الأنواع على اعتبار أنه عندما حصل الانجراف القاري في أنواع كانت موجودة في مكان لقت نفسها مثل ما يقول أنه في مكان آخر. فهل نستطيع أن نعتبر الديناصورات المنقرضة اللي قبل ملايين السنين واللي داروين ما طرق لها كثير يعني في نظريته، هل نعتبر أنه هذه هي تأكيد للانجراف القاري على اعتبار هذه الديناصورات يمكن بعد الانجراف القاري تواجدت في أمكنة ما قدرت تعيش بعدها، فهو هذا واحد من الأسباب يكون لانقراضها. أنا تعليقي فقط على هذه النقطة أنه هل هي هذه تعتبر أحد الأشياء اللي اعتمد عليها داروين في بحث جانب الانجراف القاري على النوع؟ دكتور محمد أجاوب بعد؟ لا جاوب أفضل وبعدين تخلص وأعطيك الاسم الثاني. أوكي. أنا ولا موضوع الديناصورات هو مو موضوع المحاضرة، بس يعني هناك أكثر من نظرية في موضوع انقراض الديناصورات، ومنها اللي هي أقوى نظرية اللي هي سقوط نيزك ضخم جدا على الأرض أدى إلى أنه تتغطى الأرض لعدد كبير من السنين أو عدد كبير من الأشهر بالغبار، وبالتالي برودة الأرض لعدم وصول أشعة الشمس لها، ومن ثم موت هذه الديناصورات لأنه هذه الاحتياجات يعني بالغذاء وإلى آخره، لكن ماتت بسبب البرد وبسبب قوة الاصطدام وما نعرف. يعني هي واحدة من النظرية يعني حثت قبل 60-70 مليون سنة أو أكثر الحقيقة، بس هو يعني ما تطرق إلى يعني داروين، أدى إلى انقراضها كلها يعني بهذا الحجم الكبير اللي أصور أنه الحيوانات اللي كانت تعيش من المخادئ وتستطيع أن تتحمل استطاعت أنه قاوم تأثير هذا الكويكب أو النيزك وإلى آخره، بينما البقية اللي عاشت تعيش مثلا بالصحراء أو تعيش في مناطق مكشوفة ماتت. أصور هذه هي الأقرب إلى الواقع يعني قبول من الناحية العلمية. دكتور زهير، إحنا يعني لحد اليوم يعني نظرية الانقراض إذا هي نظرية نلاحظ يعني بين فترة وفترة ونسمع أخبار أنه كثير من الحيوانات من الأسماك من الحشرات تنقرض أو تبقى بأعداد جدا ضئيلة. والواقع يعني إحنا لو نظرنا إلى المعلومات المتوفرة أنه دائما كانت الحيوانات عبر مئات من ملايين من السنين أحجامها جدا كبيرة، بينما الآن نلاحظ أنه تقريبا مثل حضرتك كنت تكلمت على بعض على الحشرات مثل الصرصار، جبت لك مثال كان حجمها هالشكل وأصبح حجمها هالشكل. إذن عملية التطور اللي حدثت خلال ملايين السنين طبعا بسبب تغيير البيئة بالتأكيد، لأنه هي الأساس في عملية التغيير هي البيئة، لا يتغير شيء إلا ما تتغير البيئة. ولذلك أنا أشوف أنه العملية سارة بالطريق هذا، يعني أنه عملية الانقراض موجودة لبعض الكائنات سواء كانت نبات أو حيوان أو يجوز بعض أشكال الإنسان اللي إحنا ما عاصرناهم ولا شفناهم. ما أدري هذا رأيي، ما أدري إذا عندك أي شيء تضيفه دكتور زهير. أكو هناك بعض الحقائق المخيفة على عملية الانقراض سواء كانت بسبب الإنسان أو بدون أن يدخل الإنسان. هناك غابات في بورتوريكو يعني لقوا أنه 50% من الأنواع ما موجودة بها، ما تعيش بها، مو انقرضة بس ما تعيش بها. هناك أيضا إحصائية أخرى، هناك 30% من الأنواع اللي نحن نعرفها بدأت تنقرض.
الإنسان يعني الإنسان حقيقة دخل في كل مجال، في كل بيئة، في كل إيكوسيستم، في كل يعني دخل بالغابات وبدأ يقطع الأشجار والنخيل. بعض الأنواع من الحيوانات أصبحت تعيش فقط في حدائق الحيوان. وعد بعض الناس يعني الآن الحكومات المحلية تدعم الناس أن يجيبون نمر ويجيبون كذا خوفاً بالمستقبل من الانقراض. هذه طبعاً لح تغير من صفاتها. بس عملية انقراض حيوان كبير بهذه الصورة، هل هي بسبب قلة الغذاء؟ الغذاء كان موجود، الديناصور الكبير يأكل الديناصور الصغير، الديناصور الكبير اللي هو الكارنيفور اللي هو يأكل اللحوم يجم على أيضاً على ديناصور أكبر من عنده، كانت موجودة كلها. فلماذا انقرضت في وقت واحد؟ في وقت قصير. يعني واحدة من الحقائق الأخرى التي تقال أنه الصراصير استطاعت أن تعيش لأنه هي عدد من الحشرات جلدها مغطى بمادة الكايتين والبارافينات اللي هي البولي بارافينس، اللي هو يعني يعتقد أنه تستطيع حتى أن تقاوم تأثير القنبلة الذرية صراصير، ولذلك الصراصير الآن تغزو العالم. جد ما يتم مكافحتها هي أصبحت تعيش. حتى علم المكافحة يعني تغير من مفهوم الإيراديكيشن أو القضاء عليها إلى مفهوم الإدارة. يعني أنت تقبل عدد معين من الحشرات موجودة عندك في المطبخ لكن لما تقضي عليها. فأنا أتصور يعني الانقراض بالنسبة للديناصورات يجب أن يكون له سبب آخر غير الانقراض اللي حصل للأنواع الأخرى اللي أصغر. إحنا نتكلم الآن على الأنواع الأصغر، لذلك يصور دارون متطرق للديناصورات لأنه ما عنده معلومات، ما كان هدفه أنه يبحث عن الأحافير. مشكور دكتور زهر. بحث يعني هو بحث عن الحيوانات اللي موجودة في وقتها ومدى انتشارها والحافير الموجودة اللي هي قريب اللي هي ممكن تكون شبيهة بها. مشكور. يتفضل دكتور علاء القزاز. دكتور علاء القزاز موجود؟ لا دكتور علاء. تفضل. اي طبعا استعراض رائع. مع الاسف انا ما قريت هذا الكتاب. يعني هاي الحقائق اللي ذكرت كان دائما انطباعي انه ركز هو على انسان واعتباره انه تطور من القرد مثلا. او ذكرت جنابك انه هو ما تطرق لهذا الموضوع، وانما في علماء اخرين حاولوا يطبقون استنتاجاته على الانسان نفسه. سؤالي هو هل هو كان متدين؟ يعني كان يؤمن انه الانسان والخلق والمخلوقات خلقت من الله يعني سبحانه وتعالى؟ لو كان يؤمن انه الطبيعه وهاي الافكار الثانيه. شكرا. داروين كان اتى من عائله متدينه، يعني هو لم يتكلم عن انه الانسان هو قد اصلق. لم ارى هذه الاشاره ابدا، لكن بناء على نظريته تطور الانواع بالكائنات الاخرى بدأ علماء آخرين يبنون على نظريته ويقولون أنه الإنسان تطور إلى قرد. هو لم يقل، هو نظر الإنسان نظرة خاصة، اعتبر الإنسان distinguished creature distinguished، وتكلم عنه في كتاب اللي هو Descent of Man، تكلم عنه بشكل تفصيلي. لربما هذا موضوع لحديث لمحاضرة أخرى، لكن هو يعني اعتبر الإنسان إلى خصوصية في الجانب التناسلي، خصوصية في تكوين الأعضاء مالته وإلى آخره، لكنه لن يقول أن الإنسان أصل قرد، وهو كان من عائلة متدينة. شكرا. شكرا جزيلا. طبعا احنا شكرا دكتور زهير على هال الجهود وهالمحاضرة القيمة.
واللي قدرت تبسطها وتوصلها وتوصلها حتى للي ما عنده خلفية بالبيولوجي. سؤالي أو ملاحظتي هي الأخيرة، نرجع على الإنسان هو نفسه، مثل ما لاحظنا بكافة الحيوانات شلون تصير تربية أو تدجين، وهذاك تكون تقريبا يعني مفروضة اللي هو معناته يصير عليها انتخاب نتيجة أنه تربيه في ظروف معينة وغذاء معين، ولذلك يأخذ سلالة معينة أخرى. بالنسبة للإنسان لو نرجع، الكل يعرف أنه أو هناك فكرة أنه الأصل الإنسان موجود هو في أفريقيا، تكون أول بشر أو انخلق أول إنسان هناك. لكن لو نلاحظ البشر إحنا هسه ككل والتغيرات الموجودة، من خلق البشر كله على الكرة الأرضية بهالتوزيع وبهالأشكال؟ فقد يجوز مثل ما ذكر داروين في الشابتر الأخير أن الخالق قد نفخ بالحياة في مكان ما، ونتيجة الهجرة لمناطق بعيدة والظروف البيئية اللي مر بيها ونوع الغذاء تكونت هذه الأشكال بالنسبة للبشر. بتشوف الصيني شكل، في أوروبا شكل، في أفريقيا الأشكال موجودة. فما أدري شنو رأيك أنت بهالموضوع، أنه هل أنه ينطبق هالتغيرات الموجودة على البشر أيضا؟ يعني هو هذا طبعا موضوع فلسفي وموضوع يعني مو كل الناس يتفقون ويانا. موضوع أنه خلق في أفريقيا، هذه نظرية طرحها واحد اسمه زكريا سيتشن. زكريا سيتشن يتكلم على المخلوقات الغريبة اللي جت ونزلت في سومر وبنت الحضارة من لا شيء، وكانوا يبحثون عن الذهب وأيضا حفروا أماكن عديدة في جنوب أفريقيا للبحث عن الذهب. وأيضا هناك يعني هذا زكريا سيشن تتكلم على بعض الرقم الطينية اللي بيها الدوارد. قال أنه الإنسان الخلق بهذه الطريقة. هل هو الإنسان اللي هو إحنا؟ طبعا هو يتكلم على إنسان خلق قبل 200 أو قبل 200 يعني 200 ألف سنة، 250 ألف سنة. موضوع فلسفي يعني من الصعب أن تطلع منه بنتيجة. لكن ما أنا أتفق وياك في موضوع التغيرات اللي تصير حتى بين البشر. يعني هناك بشر بيض، هناك بشر سود، هناك بشر يصابون بأمراض معينة. السيكل سيل اللي هو يصيب الأفارقة في أفريقيا ما يصيب بقية الأجناس. يعني يصابون حساسين لأمراض معينة يمكن لها علاقة بطبيعة معيشتهم. هناك المشهورين الرياضيين اللي يركضون مسافات طويلة هم أكثرهم أفارقة، مو لأنه كان في وقت من الأوقات عايشين على شكل قبائل وينقلون الرسائل من منطقة إلى منطقة أخرى، يضطرون أن يركضون مسافات بعيدة. يعني حتى ضمن الإنسان هناك تنوع، هناك تغاير. بس أنا ما أقدر أقول أنه هذا الإنسان لح يتغير لح يتكون إلى نوع. هذا موضوع يعني موضوع شائك، لا يمكن أنه نطلع منه بنتيجة. بس أنا أتفق وياك، هناك تنوع حتى داخل الإنسان. دكتور مؤيد، دكتور موفق، ما أعرف ياه اللي رفع إيده قبل. تفضل دكتور مؤيد الحيدري. شكرا دكتور، جنبني لقب دكتور، شكرا للطفك. محاضرة رائعة جدا وسياحة بديعة في كتاب يعني مثير. جلب انتباهي عدة نقاط سبقني في إشارة إلها حضرتك وبعض المتكلمين قبل الكرام، لكن أختصر ما ردت أقوله بقضية. أولاً، هل ما زال ما تسمى بنظرية داروين حول أصل الأنواع نظرية صائبة لم تدحض بدراسات كبيرة، أم فقط عززت واعتبرت هي فعلاً
قراءة ومنهج علمي دقيق. الدراسات اللاحقة على مدى احنا نتكلم 150 سنة مثل ما أوضح دكتور زهير من عمر المطبوع، هل الدراسات فقط عززت نظرية أم دحضت جوانب منها وصار الوضع إلى شكل آخر؟ هذه نقطة. نقطة ثانية فيما يتعلق بالإنسان وعدى جدلية علاقة الخلق وتطور النوع البشري اللي واضح موضوع لطيف وياريت يطرح في هذه المنصة لاحقا، أذكر بعض الأمور البسيطة. مثلا في زيارات لمواقع تاريخية موجودة، أنا أذكر مثلا بيت ويليام شكسبير في بريطانيا، أذكر زرته في قبل السنوات، يعني جلب انتباهي صغر المسافات، صغر الأثاث، يعني السرير أنا بسطور متوسط أنا أعتبر يصعب علي أن يستوعب طولي، باب الدخول في بعض الغرف أو التنقل ما بين غرف الدار أصغر بكثير من الشخص الطبيعي. أنا أتكلم عن يعني هو عمره يمكن في 400 سنة الدار، تحس أنه أكو فروقات كبيرة عن إنسان هذه الأيام. كما أنه أيضا في قصور وبعض قلاع منطقة التشيك، جمهورية التشيك أو تشيكوسلوفاكيا، أذكر بوهيميا، زرت عدد من المناطق أيضا لاحظت هذا المعيار، دعني أقول أو المقياس، أسر وهي حقيقية قديمة يعني بمقاسات صغيرة. فإذا يبدو التغير الدكتور يعني فعلا ملموس على الأقل على الصعيد الوصف الخارجي أو الاحتياج الفيزيائي للكائن. أيضا أشير أخيرا إلى تقرير مر علي قبل سنوات في مقارنة ما بين جيل سنوات مبتدأ القرن العشرين 1910-1920 العقد الثاني، وأذكر بالسبعينات بعد 50 سنة قارنوا ما بين فئات أو عينة من شباب بأعمار متقاربة من هذين العقدين، وجدوا هناك زيادة بالطول تزيد من 5-10 سنتيمترات كمعدل، جمال ذكر الوصف أنه وسامة في أكثر بالقسم، بتأكيد عمليات التغذية وشيء. سؤالي باختصار، هل أن التغيرات المتوقعة على الإنسان الآن أصبحت سريعة الوضوح أم أسرع أما كانت عليه على مدى ملايين السنين بحكم تغيرات البيئة والأداء الفيزيولوجي يمكن والآليات اللي دخلت في حياة الإنسان؟ شكرا جزيلا لكم دكتور مهيد. تفضل. شكرا. أنا الحقيقة بس أعتذر منك، أريد بس إشارة صغيرة للملاحظة الأولى اللي ذكرتها، أنا يعني نسيت السجل. يعني ما أدري، عندي نفس السؤال الأول. أنا اللي لاحظت أن هناك تغيرات في شكل الإنسان مثلا يبدو متسارعة أكثر من الحيوان ربما، اللي قرنتها بنماذج في بيت شكسبير نفسه في بيت بعض المناطق يعني الأثرية، لاحظت أنه المعايير الطول أو المواصفات الخارجية لجسم الإنسان ده تتغير بشكل واضح. هل وأريد أربطها، هل أنه نوع العصر الحديث اللي يعيش بالإنسان يخضع للتغييرات نتيجة تأثره للتطور الفيزيائي التقني، الخدمة، قلة الحركة أو شيء من هذا القبيل؟ يعني أنا أقدر أجاوبك as a biologist، يعني كاختصاصي في علم الحشرات وبيولوجيتي بشكل عام. نعم. يعني لماذا نعزو التغييرات أو الاختلافات الموجودة بين البشر الآن؟ إمكانية العيش في الأسكيمو من قبل ناس معينين، وإمكانية العيش في الحر مثلاً في مناطق جنوب العراق واللون الأسود في أفريقيا والآخر، أليس ذلك لتأثير البيئة؟ تأثير البيئة وتأثير العمل وتأثير مقدار الجهد اللي بذل الشخص؟ أنا أتصور يعني الجانب التكنولوجي اللي نعيشه الآن، يعني عملية التسارع، يعني أنا أتذكر أنا صغير يعني النهار ما يخلص، نهار تلعب دعاب وتلعب مصراع وتلعب برا وتروح وتجي ما يخلص،
الآن الوقت إحساسنا بالوقت إحساس يعني يعني ما يبدي النهار إلا يخلص. أنا أتصور المؤثرات البيئية اللي بنعيشها إحنا وخصوصا في المجتمعات اللي تستخدم تكنولوجيا بشكل واسع جدا وعالي، أنا أعتقد كبير جدا. يعني واحدة من المؤثرات هذه مو فقط على الإنسان، وإنما يعتقد أنه مع أنهم لم يثبت النحل اللي بدأ ينخفض تخفض أعداده بشكل كبير جدا يعني دراستيك، يعتقد أنه الموجات اللي نستخدمها بالتليفونات ونستخدمها بالسيارات ونستخدمها بالإنترنت وإلى آخره قد يكون لها تأثير، لكن من يقدر يتكلم على هذا الموضوع لأنه هذا له علاقة بمقدار الموارد المائية. الجانب هناك جوانب اقتصادية اللي تمنع التكلم حول هذا الموضوع. بس أنا أختلف وياك، هناك اختلافات كبيرة بين الآن بين البشر، يعني مو كلهم يركضون ويقدرون يتسابقون، مو كلهم على مستوى عالي من الذكاء، مستوى نادر. القدرات البنيوية لبعض الأشخاص تختلف عن أشخاص آخرين. المجتمعات اللي يعيشون بها هذول، أنا أعتقد البيئة تؤثر بشكل كبير. بس أنا ما أقدر أقول يعني الإنسان يبقى الإنسان، يعني جوهر الإنسان جوهر واحد، سواء اختلافات طفيفة بالجسم أو باللون أو بالشكل أو بالقدرة، يبقى هو جوهر واحد. يعني ما أقدر، يعني صعب أنه نتوقع ماذا سيحدث المستقبل. صحيح دكتور، عفوا سؤالي الأول نسيت أن أشير له فقط، هل أنه نظرية داروين اللي هي عمرها 150 سنة ما زالت صالحة، أو قصدي صحيحة، لم تصوب أو لم تخطأ؟ نظرية داروين لا زالت تدرس بالجامعات العالمية على أساس الإيفوليوشنري بيولوجي، علم الحياة التطوري، لم تدحض لأنه لا يمكن لي، يعني ما أقول أنه بها خطأ أنه يجب أن نثبت الخطأ مالتها. الملاحظات اللي ذكرها ملاحظات صحيحة، يعني ملاحظات صحيحة. أنا أقول لك as entomologist، أنا هذا الموضوع ذكرته في موضوع في محاضرة سابقة، الحيوانات يعني التغيير بالحيوانات مو بالضرورة بحجم الجسم أو بشكل، إنما بالسلوك. يعني الآن لما بدأت عمليات مكافحة الملاريا بعد الحرب العالمية الثانية، استخدم مادة الDDT يرشوه على الحياطين، ما يسمى بالريزيجوال سبراي، البعوض اللي يقف على الحائط يأخذ الجرعة المميتة ويموت. خلال فترة قصيرة حدثت شيء شغلتين. الشغلة الأولى، إناث البعوض بطلت توقف على المناطق المرشوشة بالمبيد، بدأت توقف على مناطق غير مرشوشة، فحصل هناك تطور في سلوكيتها، في غريزتها، في عاداتها، تعلمت شيء. النقطة الثانية هو المناعة. المناعة، الحشرات بهذا الكائن الصغير لديه القدرة على أن يفرز إنزيمات تكسر هذا المبيد. خلال سنتين DDT أصبح غير فعال بالنسبة لناقلات الملاريا. نظرية داروين أنا أقدر أقول لك يعني on 100%، يمكن 60 أو 70%، أنا مؤمن بها، موافق عليها، أقبل بها. يبقى 20% لإثباتها لا يمكن الإنسان بعمر 100 سنة أن يثبت، تحتاج إلى مؤسسة تعيش 100 مليون سنة وتضع برنامج استراتيجي ل 100 مليون سنة، والباحثين يأتون جيل ورا جيل ورا جيل يكملون بعض حتى يثبتون نظرية داروين. هذا عملية مستحيل. لذلك يعني المسببات القوية التي أتى بها داروين لوضع هذه النظرية قوية جدا بشكل أنه لا يمكن دحضها، لا يمكن دحضها، والانجراف القاري موجود، انجراف القاري موجود، الأنواع موجودة هنا موجودة هناك، أنواع الفنشز اللي هو تكلم عنها في غالاباغوس الصحيحة 100%. طبعا في وقتها ما كان أكو DNA. بعض الأمور اللي اكتشفت حديثا أنه يعني ممكن خلال DNA تقدر تعرف حقائق جديدة يعني في موضوع التطور وإلى آخره، لكن هذه لا تشمل كل الكائنات يعني. لكن في كثير من الأحيان النتائج اللي يتم الحصول عليها ما يتعلق بالDNA تدعم نظرية داروين.
شكرا. يعني استاذ موفق تفضل، تاخرنا عليك. لا حبيبي لا لا، كل واحد ياخذ حقه. السؤال انت هسه تطرقت الى يعني دكتور زهير، مدى يعني انت تدري عندك هنا الخريطه الجينيه، والخريطه الجينيه تاريخيا ايضا يعني تدري فوسلز كانت وفحصة الـ DNA مالتها الـ DNA. الخريطة الجينية هذه بشكل عام هل تضيف وتعزز يعني وتشرح بعض الأشياء اللي لم يتطرق لها؟ أقصد هل هنالك انفتاح بين 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 الحقيقتين اللي هي واحدة ما لها علاقة باللغة بس واحدة قد تفسر الثانية؟ إذا كان أكو هيشي correlation أرجو أن تذكره إذا عندك معرفة بهالموضوع هذا. السؤال قد ما يكون له جواب، بس تدري هاي حركة البشر الجينية يعني من خلال الـ DNA ومن خلال هذه والتطور البشر أيضا، يعني تدري البشر اللي بالأسكيمو مثل ما قلت هو غير البشر عن أفريقيا، فيتشرز حتى الامراض، يعني امراض الميديترينيان احنا مثلا عندنا الثلاسيميا وعندنا الجي 6 بي دي ديفيشنسي وعندنا امراضنا تختلف ايضا. انا يعني هذا قصدي سؤال، يعني اكو كورليشن بين الخريطه الجينيه وما تفصح عنه والاشياء اللي خلينا نسميها الاستنتاجات أو الملاحظات بالحقيقة ما اللي جاء بها داروين، هل هنالك يعني أحد يربط شيء بشيء؟ هذا السؤال. مش يعني نادر ما يمكن الربط خصوصا بالأنواع اللي انقرضت يعني. بس هو الخريطة الجينية ماذا يعني ما هي الخريطة الجينية؟ هي الجينوم ميك اب للكائن الحي. على مستوى الإنسان أنا صعب علي أتكلم عنه، لكن هو ما يتكلم عليه داروين أنه العادات والسلوكيات الفطرية وشكل الجسم وقابليات الحيوان تتغير وتبدي تؤثر على المكون الجيني، يعني على مدى سنوات طويلة جدا قد تصل إلى الملايين السنين، بحيث الخريطة الجينية لهذا الكائن لهذا النوع تتغير بمرور هذه السنين الطويلة إلى خريطة جينية أخرى. يعني على مستوى الإنسان أنا ما هذا جبت لك مثال، أنت جبت السيكل سيل أنيميا اللي هو بيورلي أفريكان، أو أنا جبت لك الثلاسيميا ماينر الثلاسيميا اللي هي والجي 6 بي دي ديفيشنسي واللاكتوز انتولرنس، هذه أمراض بحر الأبيض المتوسط. يعني هذا ما يعتبر تطور بسبب بيئة معينة؟ طبعا انا اتصور يعني مو بس هو هذا قصدي، طبيعة الربط قصدي دكتور زهير، قصدي هو الربط بين يعني ملاحظات، لانه داروين يعني ما طلع باستنتاج بقدر ما هو جاب لك ملاحظات، شاف رجل عالم شاف الملاحظات وسجلها. فانا هذا قصدي انه هل هنالك يعني شيء فسر شيء يقترب من شيء، هذا قصدي. ما أعتقد أكو شيء أكو رابط بين هالشيئين. يعني أولاً المعلومات حول الDNA والهذه تم اكتشافها بعد عصر داروين لفترة طويلة. أعرف هم ما له علاقة، هذا علم وهذا علم، بس هل هو حاول أن يفهم الوراثة كيف تحصل، بس ما قدر لأنه ما كانت مكتشفة. بس أنا ما أقدر أتصور، يعني أنا صعب علي أجاوب على السؤال خاصة فيما يتعلق بالإنسان. أنا أتصور البيئة لها دور كبير في طبعا تغيير. البيئة 100% طبعا الجغرافيا طبعاً. البيئة، العادات الاجتماعية، نوعية الأكل. أكون يعني بشر هم يعيشون في شواطئ تتغذى على الأسماك بشكل كبير، يعني في الهند والباكستان وفيتنام وإلى مناطق أخرى هذه تعيش على بشكل كبير.
But when they're all looking the same way. Afwan? Why? دكتور صبري إذا عندك تعليق أو سؤال. This one's our call. دكتور ماذا نسمع أكثر؟ ما لا أدري لماذا والله. تفضل تفضل هسه صار واضح تفضل. الآن واضح أوكي. أشي. طبعاً أنا ودكتور صبري ممكن نتكلم لو بس دكتور صبري. تفضلوا. 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 Ladies first. طبعاً أذكر دكتور زكريا له المحاضرة الرائعة جداً والله. فد جولة أنيقة، جولة مصور فوتوغرافي أنيق بنظرية يعني لا زالت مثيرة للجدل، يعني بالنسبة ليس فقط ثقافيا وإنما عقائديا، وما لنا علاقة بهذا الجانب. سؤالي الدكتور، وطبعا هو سؤال مثل ما ذكر أحد الحضور، يعني مو لازم الدكتور يجاوب عليه، بس هو سؤال قفز الذهني. يعني نظرية التطور إنه عملية تحورات الكائن الحيوي للتأقلم مع الطبيعة، إذا أنا غلطانة صلح لي دكتور. نعم نعم. الديناصورات فكرة، يعني أنا أتخيل الديناصور. طب ما تدري تقطع كثير. الآن ده تسمعني دكتور زهير؟ إيه بس عيدي ما موضوع الديناصورات. يعني النظرية التطور يعني هي يعني أمام فكرة الانقراض، يعني التطور شيء والانقراض شيء آخر. يعني إذا فشل هذا الكائن الحي على أن يتطور فانقرض. سؤالي بالنسبة لفكرة التطور، هي فكرة مثل ما أنا عجبتني جدا فكرة أنه تطور قد يكون سلوكي أكثر من تطور يعني عضوي للأشياء، لأنه يعني أنا مثلا كناقدة أدبية يعني ما أتخيل المرأة اللي تغزل بيها، ما أعرف المسافة الزمنية للتطور، المرأة اللي تغزل بيها امرأة القيس قبل ما أعرف قبل 1400 سنة مختلفة عن المرأة اللي تقعد بستارباكس الآن، نفسها هي ملامحها وما تغيرت، تطورها السلوكي قدرتها على أنه يعني تغيرت هذا شيء آخر. لكن أنا أعتقد داروين ركز على التحور الأعضاء، تحور الأجهزة، يعني مثلا العصر نهائيا ما نسمع نهائيا. الو ليه يقطع عندك الصوت الان؟ قطع الصوت. ما هو السؤال دكتورة وجدان؟ يعني هل هذه الديناصورات هي انقرضت نتيجة تحول بيئي؟ يعني مثلا وجهة نظر أسألك بها، يعني شكل الديناصور كانت الجاذبية الأرضية لها مقاييس معينة فكانت تسمح لهذه الأجسام بهذا العظمة تكون، يعني وإذا إحنا وصلنا الديناصور فما وصلنا إنسان ذاك الوقت؟ ما أفترض أنه الديناصور موجود بهذا الحجم إذا كان يأكل بقرة بحجم بناية، إذا البقرة كانت أيضا كبيرة، ما أتخيل هو الديناصور يأكل مجموعة من الأبقار بهذا الحجم والإنسان أيضا. لذلك هل هو تغير في الجاذبية الأرضية يعني اللي أدى إلى اندثار هذا النوع،
وهذا الدكتور صبري وياه. نعم. السلام عليكم. أنا السلام. لدي يعني تعقيب وسؤال. صبري وين قاعدين انتوا؟ ليش هالشكل صوتكم؟ الله يخليك. والله ما ادري، لا اعرف لماذا. والله اردت اسال، اقول يعني هي هاي النظريه حقيقه يعني اليس من الممكن ان نسميها نظريه التغير وليس التطور، او نظريه التكيف؟ لان ليس باستمرار الكائن يعني يتطور، احيانا يعني يموت كما بالنسبه لل خلص الدكتور؟ لا أليس أكو سؤال آخر؟ لا هو مو سؤال، تعقيب يعني حقيقة. تفضل. دراسة الإنسانية هناك وجهة نظر تقول أنه هاي العودة للجذور للبذرة الأولى، يعني الآن لما ندرس الشعر مثلا دكتور الله يخليك، انت بامريكا وين؟ شو ماكو صوت يقطع؟ ما لا لا صفكم وين انت؟ شكرا شكرا جزيلا دكتور. انا بس يعني اعتقد يعني نحن تكلمنا على موضوع الديناصورات، هو تغيير بيئي حتما بسبب النظرية الأكثر قبولاً الآن، أنه سقط نيزك على الأرض بحجم كبير جداً، ومعروف حتى محددين مكانه، يعني الحفرة الكبيرة. نعم نعم نعم. طرح كيلومترات يعني. هذه خلق التغييرات بيئية استمرت ما أعرف أشهر أو سنين طويلة يعني. ومنعت وصول الشمس إلى الأرض، ماتت النباتات. النباتات يعني الأشجار والهذه ماتت، واللي تتغذى على النباتات اللي هي الهربيفورس أيضا ماتت لأنه ماكو غذاء. الديناصورات على وش تتغذى؟ تتغذى على هذه الكائنات التي تتغذى على النبات. نعم. فما بقى غذاء، يعني هو عملية تغيير بيئي حدث بشكل سريع جدا في 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 بعدد من الساعات واستمر لفترات طويلة، فهو تغيير بيئي. فيما يتعلق بالنظرية داروين، هو سماها نظرية التطور. التطور يعني تطور قد يأخذ شكل من الكبير إلى الأصغر، يتغير بالسلوك، يبتعد عن بعض أنواع السلوك ويتكون سلوكيات أخرى، هذا هو يسميه تطور يعني باللغة الإنجليزية. دكتور زهير، إضافة دكتور زهير، إضافة صغيرة إلى أنت ذكرت أنه التغيير اللي صار أو الحقيقة الانقراض اللي صار نتيجة نيزك، هناك نظرية أخرى، هناك براكين انفجرت والغازات المنبعثة والحمم البركانية هي اللي غطت سطح الكرة، على ذكرك أنه مو أشهر فقط إنما سنين، واللي نتيجتها سببت بهالتغييرات هذه. فإضافة إلى النيازك انفجارات بركانية اللي هي كان لها دور كبير بانقراض الديناصورات. يعني يشيرون إلى بعض أنواع البراكين، لأنه هذه تأثيراتها ما تكون تأثيرات النيازك الكبيرة. يا في بعض المناطق صح كان براكين لكن حجما كبيرة كانت. هي النقطة الأساسية في هذه الديناصورات كانت تعيش في كل مكان. هناك أحافير في الصين وأحافير في آسيا، في مناطق أخرى من آسيا أحافير في أفريقيا وأحافير في أمريكا الشمالية وأفريقيا الجنوبية. إذا كان تأثير البراكين هو يعني بركان يكون تأثيره محدود يعني لوكال، لكن ال ترجمة ممكن. ترجمة
في أحد ممكن ممكن بس يعني أكو اختلافات بهذا الموضوع، ما مستقرين على نظرية واحدة. الدكتور خالد حميد إذا عنده شيء، هو بيولوجي. شكرا للذكر إخواني الأعزاء. الحقيقة مشكور دكتور زهير، والحمد لله أشوفك صورة وصوت من عشرات السنين، وأنت ما شاء الله معطاء وعند القدرة الإمكانية والإمكانية العلمية. الحقيقة ما عندي شيء أضيف إلا أقول سروري إن اجتمعت بمجموعة من الطيبين وسمعت أصواتكم، كانت موسيقى لإذني إنه أسمع الحوار العراقي، تسلمون على بعضكم وأنا أسلم على الجميع. يا أهلاً بي. التعليق الأخير اللي أقول إنه دكتور زهير والحضور، سيد الموقف وراء هذا كله هو الدي إن إيه، الحامض النووي، هذا الخلق العجيب الغريب هذه الجزيئة. فشكراً جزيلاً وأشكركم على يعني انطائي الفرصة أتكلم وأسلم عليكم. هلا وأتمنى أشوفكم. شكراً دكتور خالد، أنا مسرور جداً لرؤيتك يعني سماع صوتك. شكراً. شكراً حبيبي. أحد بعد من الأخوان أي إضافة؟ عندنا بعد مجال تقريباً أقل من ربع ساعة. عندي تعليق بسيط. التعليق مالتي أنه عندي أنا عندي كلمة لازم أقولها حقيقة. بالختام أنت تختم أنت موفق، بس اسمح لي خليك أحكي. ما يخالف تفضلوا. آخر واحد نظرية داروين. نظرية داروين، شوف حتى النقاش اليوم مع احترامي كل اللي طرحوا آراء، الغالبية العظمى من الآراء اللي طرحت ما إلها علاقة بنظرية داروين، مع احترامي لكل ما طرح في النقاش. ال- 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 الأسئلة اللي سئلت هي ما بعد نظرية داروين. أنا راح أتكلم من ضمن اختصاصي أنه كجانب اللي الفكرة مال البقاء للأقوى أو للأحسن، هذه النظرية هاي الفكرة تم استغلالها من قبل أوروبا والفكر الغربي لاستعمار أفريقيا وآسيا ونظرة إلى الإنسان، ولا تزال لحد الآن موجودة النظرة دونية إلى الناس اللي يختلفون بالشكل. هاي فكرة الفاشستية كلها تكونت من البقاء للأقوى، ولا يزال ما نشاهده من صراعات وحروب دولية وعالمية ومحلية هي الأقوى هو اللي يجب أن يفرض رأيه بالقوة، بينما أكل فكرة وهذا ما قصده المدى اتهم داروين، لكن هذه إحدى المشاكل في فكرة داروين وكيف استخدامها وتفكيرها. وما طرح اليوم هو تقريبا مشابه في موضوع الديناصور. الرجال ما تكلم عنه، واحنا بنرجع نقول، ودكتور زهير ليس اختصارا، ليس دفاعا عن زهير، هو حاول ان يجاوب حسب فهمه للهذه. الديناصورات هذا علم اخر ويجب ان يطرح من شخص مختص ولا يسال به شخص اختصاصه بالحشرات، مع احترامي للدكتور زهير. شكرا لكم وشكرا للمشارك. تفضل. ترى هاي غير دكتاتوريه على شنو دقيقه يعني احنا هنا قاعدين حتى نسال يا اخي رجل، يعني موضوع الديناصورات كلش مهم بالنسبه لنا، لانه يعني كلش جزء من صحيح احنا ما عندنا معلومات، دكتور زهير ما عنده معلومات، لان العلم لسه ما واصل النتيجه، بس هذا مكان للتنور يعني، وأتعلم منك، أنا جاي هنا لكي أتعلم، فلذلك أي سؤال هو سؤال صح زين مع احترامي، لأنه إحنا جايين نتعلم بصراحة، هذه that's why I'm here to listen and learn حقيقة. يعني أنا اسمح لي دكتور يعني طالما صار لي مجال أحكي، أنا فقط أريد أقدم إعجابي للدكتور زهير على التسلسل والسرد النظيف المفهوم السهل يعني والمليء بالمعلومات. شكرا جزيلا، ألف شكر، ممنونين جدا، مثل ما قلت لك تقديري وإعجابي لما تفضلت به.
الله يحفظك. شكرا. أشكرك جدا، وأنا أيضا مسرور بهذا التفاعل الجميل. شكرا جزيلا. شكرا عزيزي، ومشكورين طبعا كل الأخوان اللي شاركوا بهذا اللقاء الموفق، وشكرا لحسن سماعكم ومناقشتكم، وإن شاء الله نستمر على اللقاء معاكم. هو هذا تقريبا الطريق الوحيد اللي إحنا المغتربين اللي نقدر نشوف هاي الأوجه الحلوة والأوجه اللي نعرفها، ونتمنى أن يشاركونا يعني باستمرار. فألف شكر لكم. شكرا دكتور. ممنونين. شكرا جزيلا. شكرا جميعا. شكر لكل الحضور، لكل الحضور حقيقة يعني تشرفنا بكم. شكرا لكم جميعا، شكرا على هذا التقديم والفرصة الحلوة. ممتن. الله يحفظكم. شكرا لعلاء، لأنه لولاه ما كان قدرنا نسوي هالشيء. يعني ممنونين جدا على يحيى فايق. ألف شكر. شكرا أبو سما. بس متى أني إيه دكتور موفق عليك أفكوي هنا حبيبي. نلتقي في مناسبات أخرى.